the since we are short of time uh, recent guidelines for the diagnosis and management of acute aortic syndromes uh, acute aortic syndromes uh, are associated with life-threatening complications and high mortality

واورتيك دايسكشن فاميلي هيستوري اوف اورتيك او اورتيك disease في, في اي حد في الفاميلي ممبر اور ان اكسبلين اقل من 60 سنه او اقل من 50 سنه be <applause> احنا كلنا عارفين الاكيوت اورتيك سندرومز اورتيك dissection, intramural هيماتوما penetrating السر بلانت تروماتيك اورتيك انجري وده الـ 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 كله يعني نزل في الجايد لاينز الاخيره في 2022 نزلوا لها كلها ريكومنديشنز وهنبدا هنبدا بالاورتك دايسكشن اللي هو الموست كومن ومش هنتكلم عن الميكانيزم طبعا حضراتكم كلهم كلكم عارفينه وان هو بيبقى انتري وممكن يبقى بعد كده يمشي سب انتمال عشان يبقى ليه إكزت تاني او ممكن يبقى فيه مالتيبل انتري ولكن الجديد في نفس نفس في الكلاسيفيكيشنز اكوردنج للكرونستي ان هو بقى في هايبر اكيوت زي ما قلنا امبارح في اول 24 ساعه اكيوت في اول 14 يوم sub اكيوت من 14 يوم لحد 90 يوم 3 شهور وبعد كده كرونيك اكتر من 90 يوم دي الميكانيزم بتاعت المال بيرفيوجن الحاجات الجديده من الحاجات الجديده برده في الجايد لاينز الاخيره الكلاسيفيكيشن اللطيف ده اللي بقى كله ارقام كده ويعني عشان يعرف الانتري او التير بادئ منين والاكستنت بتاع الدايسكشن فين فهو بدل ما كان اللي هو الاستام كلاس اي تايب اي سوري ان تايب بي بقى في عندنا تايب اي ده اللي هو الانتري تير بتاعه بيبقى في الزون زيرو في الاسيندنج اورطه أو وبيبقى بيكتب جنبه اللي هو الدي ده اللي هو ديستال اكستنت فين اذا كان في زون 1 2 3 لحد الفيمورز او الالياكس يعني طيب بي بيبقى في اتحط له الحرفين دول دي اسم انا ما اعرفش الحقيقه بس هو هو محطوط انا بس أنا طوكيو <applause> كونسنس انا تمام ال ال التايب بي اتحط له برضه طريقه ان احنا نعرف فيها البروكسيمال والديستال اكستنت من خلال الجدول ده طبعا بيبقى ساعتها البروكسيمال اكستنت نان زيرو يعني بعد الليفل اوف الاسيندنج اورتو والانتري والديستال اكستنت بتاعه بيبقى بيتحط في رقم الارقام دي الجديد اللي هو تايب اي والتايب اي ده لو انا مش قادر اعرف الانتري تير فين و... ولكن بيبقى ال... الاسيندنج اورتا بيبقى انكلودد يعني زون زيرو بيبقى انكلودد فساعتها بن... بنقول ان هو ده مثلا يبقى تايب اي مثلا 7 يبقى عارفين ان هو من الاسيندنج لحد زون uh, 7 مثلا و, uh, بس انا مش قادر اعرف الانتري تير فين ولكن الاسيندنج اورطه از انكلودد في ال عشان الـ يعني يسرعوا الدايجنوزز والسسبشن في الاستقبال بالنسبه للناس اللي هم موجودين في زمايلنا في الاي ار ER فحطوا زي كرايتيريا اوف سسبشن وكرايتيريا دي تقول لك ان العين ده اكتر ان هو هيبقى موست بروبلي هيبقى دايسكشن ولا حاجات كلينيكال يعني قبل الايمجنج عشان يقدر ان هو يسرع عمليه الدايجنوز شويه ومن من ابرزها اللي هي الاورتك دايسكشن ديتكشن ريسك سكور يعني لو 0 تو 1 يعني كل واحده من دول بتاخد سكور ده بيبقى لو بروبابيلتي ولو اكتر تو او اكتر بيبقى في هاي بروبابيلتي وفيها عليها كلام ان هي ممكن ما تبقاش أكريت قوي لكن لو اتعامل معاها تحليل زي الدي دايمر مثلا او حاجه يطلع على طول فبيقول لك لو هو اقل من 500 ولو بروبابيلتي ده بيكسكلود ان هو يكون العيان عنده دايسكشن الريكومنديشنز ريجاردنج سيرجري بقى وهو ده المهم uh, طبعا احنا تايب اي تايب اي اورتيك دايسكشن ده ابسولوت انديكيشن يعني او كلاس 1 انديكيشن فور سيرجري والجديد اللي نزل فيه ان سيرج شود بي بيرفورمد وده اللي بقى اللي عليه الكلام اللي ممكن يعني ما يعجبش الناس ان هو شود بي دان تو كوركت الرينال والميزنتريك اسكيميا يعني لو في ميزنتريك اسكيميا برضه يخش يعمل يعني. ياخد فرصته لان المورتاليتي از 95% اف نوت اوبريتد فيرسز 63% ستيل برضه مع الاوبريشن المورتاليتي عاليه ولكن هي شود يعني جيت هيز تشانس وطبعا لو في لور اكستريمتي مال بيرفيوجن الاكثر من كده بقى ان هي زي وان فيرذر ان هو ايفن لو عنده ستروك او كوماتوز وده بقى اللي انا اول ما قريته حتى كنت مستعجبه جدا ان هو يعني برضه هي شود جيت سيرجري improvement في 84 او 79% افتر سيرجري مع الاستروك والكوما والمورتاليتي وويز سيرجري سيرجري فيرسس ميديكال لو عملنا كونزرفتيف مانجمنت عليه عيان كوماتوز هيبقى 25% والسيرجري فيرسس 76% وحطوها كلاس 2 ايه ان هو العيان الكوماتوز ده اللي عنده ستروك هي شود جيت سيرجري وده uh, Class 2A. If possible, combine TIVAR برضو من الحاجات الجديدة uh, with uh, for the proximal descending thoracic aorta for the Depeaky type A. ال uh, recommendedations regarding surgery, cannulation uh, زي ما الدكتور عمر قال ودكتور أحمد عفيف ودكتور أحمد الشرقاوي زي ما قالوا الأxillary uh, يعني هما recommend إف feasible الأxillary or النومنت اكتر من الفيمورال اكتر من الدايركت اورتيك كانيوليشن اللي ساعات بنحتاج له البروكسيمال روت بارشلي لو هو بارشلي دايسكت نون دايليتد الافضل ان احنا نعمل اورتيك فالف ري لكن لو اكستنسفلي دايسكتد uh, او في انيوريزم او في نون جيناتيك اورتيك ديس روت ريبليسمنت فيرسس الفالف سبيرنج روت ريبليسمنت البنتال فيرسس يعني ديفيد او يعقوب بالنسبه للديستل زي ريكومند طبعا اوبن ديستل انا زي ما احنا كلنا عارفين وزي ما الدكتور سعيد قال لنا هو اتس بريفيرد ان يعني يعني على قد ما نقدر ان احنا نعمل هيمي ارش اكتر من توتال ارش عشان المورتاليتي مع التوتال ارش بيبقى عالي اكتر بكتير يعني السريبر بيرفيوجن الانتي جريد از بريفيرد اكتر من ريترو معاه لور مورتاليتي اند نيورولوجيكال ديس فانكشن ريتس ويوني او بايلاترا ما تفرقش الا لو السيركاتور اريست هيبقى طويل هيعدي ال 30 دقيقه او ال 50 دقيقه يبقى يعني يفضل ان هو يبقى بايلاترال انتي جريد سيربرا بيرفيوجن بالنسبه للتايب بي اورتيك دايسكشن وده في بقى الكلام الجديد اللي هو كنا بنتناقش فيه في النهارده في اول اليوم ان هو كلاس 1 اي انديكيشن ميديكال تريتمنت ولكن نبقى عارفين ان احنا زي ما قلنا في بعد شهر هيبقى احنا عندنا في وي لوست 10% من العيانين دول ميد ترم 30% مورتاليتي والانترفينشن تيفار فيرسس سيرجري في الاكيوت فيز أه, لو العيان Complicated. و والComplicated بحطوله كريتريا طبعاً لو في rupture مع the perfusion complete أو partial, extension of dissection uh, proximal أو 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 distal, aortic uh, enlargement أو the false lumen بيزيد. لو في intolerable pain أو uncontrolled hypertension دي كلها اللي هي the complicated cases أو كريتريا uh, for indication. طيب في بقى جديد اللي هو ال uncomplicated. ممكن أعمل للناس اللي العيانين intervention. ااا اف ذا بيشنت از ان كومبليكيتد اه ممكن وحطوا هاي ريسك فيتشرز والهاي ريسك فيتشرز دي يعني uh, ل لو انا عندي الاورطه دايليتد الماكسيمال اورتيك دايمتر بتاعها اكتر من 4 سم او الفورسي اليوم من اكتر من 22 مللي الانتري تير اكتر من سم لو على الليسر كيرفتشر ده برضه واحده من الهاي ريسك فيتشرز ولو انكريز في التوتال اورتيك دايمتر اكتر من 5 مللي لو لقيت الاورطه مع كل ااا ايمجينج بلاقين هي بتزيد ولو في blood pleural effusion أو imaging only evidence of malperfusion يعني العيان اللي عنده malperfusion only by imaging حتى لو مش symptomatic وفي high risk clinical findings كل دي radiological findings high risk clinical findings لو العيان اللي عنده refractory hypertension أو refractory pain persistent recommended أو tolerated doses بالاليجيزية أو إنه حصل need for readmission because of pain أو uncontrolled hypertension ان of the maximum uh, medical treatment. يعني انا حاولت احط كده يعني تجميعة كده في رسمه علينا uh, المحاضره كلها كرايتيريا كرايتيريا هاي ريسك فيتشرز فتلاقي في حاجات انا بستعين بيها لو حد حاب ياخدها تسهل شويه الحفظ يعني دي رسمة كده يعني أكتر من 1 سنتيمتر لسر كيفاتشر لو الفولس ديامتر زاد لو في بلورال افيوجن لو في مال بيرفيوجن أو لو في انكريز في الديامتر أكتر من 5 ملم وذ سيريال ايمجينج يعني حاجة كده للتسهيل يعني ال 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 التايب تاني اوف انترا الاكيوت اورتك سندروم اللي هو الانترا ميورال هيماتوما حضراتكم عارفين طبعا هو اكتر مع الاثر سكلروزز وبيبقى بيصيب الديسندنج اورتو اكتر من الاسند واكتر من الارش وبيبان از هاي اتنويشن كريسنتريك او circumferential thickening اوف ذا اورتا في النون كونترست ودي برضو واحده من الريكومنديشنز في الجايد لاينز ان هو لما يجي عيان أكوت اورتيك سندروم يعني اتس بريفيرد او اتس ريكومند ان هو يتصور نون كونترست بعدين كونترست عشان موست بروبلي الانترميورو مش هيبان في الكونترست يعني الانسدنس امونج بيشنتس بيبقى عالي قوي في الـ في الـ في اسيا يعني 44% ده نسبه كبيره جدا يعني يعني انا نفسي يعني استغربت لما قريتها والسمتومز تقريبا زي الدايسكشن والكلاسيفيكيشن برضو زي الدايسكشن تايب A <applause> اند تايب B الفيت بتاع الانترا ميورال هيماتوما انيوريزم ممكن يحصل له انيوريزم دايسكشن رابشر او سبونتينيوس ابزوربشن يعني ممكن يحصل سبونتينيوس ابزوربشن للهيماتوما المانجمنت طيب مين ادخله سيرجي ومين ما دخلوش المانجمنت هو لو قلنا تايب اي او تايب بي هو التسهيل برضو حطيت كده انديكيشنز uh, اختصرتها في ار او بلس 4 بي او بير يعني اللي هو الرابشر او بريزيستنت ريفراكتوري او ريكارنت بين بريكارديال افيوجن وستامبونات بيري اورتيك هيماتوما لو الهيماتوما اكستندد حوالين الاورطه او حصل مال بيرفيوجن والريبير بيبقى زي الديسكشن تايب اي سيرجري تايب بي سيرجري او ده للكومبليكيتد كيس طيب الان كومبليكيتد بقى نفس القصه برضو زي في التايب بي عملوا برضو للان كومبليكيتد تايب اي وتايب بي تايب اي كلاس 1 انديكيشن ايفن if uncomplicated is كلاس 1 انديكيشن سيرجري لكن في العيانين الهاي ريسك واحد مثلا عنده 80 سنه 85 سنه بيغسل عنده يعني هاي ريسك از ريسكي فور اوبريشن فاعتبر حطوا لهم شويه كرايتيريا كده ان هو ممكن لو مش عنده ممكن يمشي ميديكال تريتمنت وحطوا ده كلاس 2 بي وبس بشرط بشرط ان هو يقعد اتليست ثلاثة ايام في الاي سي يو يعني آه ثلاثة ايام في الاي سي يو ويقعد اسبوعين لثلاثه في المستشفى وياخد يعني يعني يتعمل له اتليست فايف سيريز اوف سي تي اتليست ليه بقى عشان عشان الكرايتيريا دي ده مش كلامي ده كلام الجايد لاينز انا عارف حضرتك مطلوب بس هو ده كلام الجايد لاينز انا بنقل بس ال... لو هو عنده حاجه من الكرايتيريا اللي موجوده دي خلاص يبقى يبقى خلاص مش هينفع ان انا كونزرف عليه لازم يخش برضه يعمل يعمل العمليه الكرايتيريا دي لو اللي هو الماكسيم اورتيك دايمتر بتاعه اكتر من 45 ل 50 مللي لو الهيماتوما سيكنس بقت اكتر من سنتي لو في فوكال ديسربشن وذ اثر لايك بروجكشن من الاسندنج اورتا او من الارش ده احنا بنتكلم على تايب اي او حصل بريكارديال افيوجن طيب لو في تايب بي لو الماكسيم اورتيك دايمتر زاد عن 47 مللي أنا, انا اسف عن 5 سنتي ولو الهيماتوما اكتر من 13 مللي في الاسندنج سنتي 10 مللي هنا لو 13 مللي او حصل فوق الانترا الانترنال ديسربشن او لو في انكريز او ريكارنت بلورال افيوجن والاثنين برضو الانديكيشنز ال لو الكرايتيريا لو لو الاثنين سواء تايب اي او تايب بي حصل بروجريشن لاورتيك ديسكشن او انكريز في الاورتيك دايمتر او انكريز في الهيماتوما ثيكنس ده انديكيشن ان هو اثناء التصوير ده انديكيشن ان هو يخش يعمل عمليه حتى لو ريسكي بالنسبه للتايب 3 اللي هو البنتريتنج اورتيك السر من الاكيوت اورتيك سندروم زي ما حضراتكم عارفين هو بيصيب الديسندنج اكتر من الاسندنج وبرضه بيبقى بيحصل اكتر في الالدرلي اللي عندهم سيفير اثروسكلروز اند كوموربيديتيز والبنتريتنج اورتيك السر مي بروجريس تو انترا ميرو هيماتوما اورتيك دايسكشن او رابشر ولذلك الانديكيشنز يقول لك ان هو لو العيان سيمبتوماتيك عنده برزستنت بين ويكون كلينيكلي كورليتد للراديولوجيكال فايندنج امبارح كان في حد كان بيعرض على الدكتور سعيد اشعه بتاعت عيان عنده بنتريتنج اورتيك السر بس صغيره يعني ويقولوا له اصل الست دي عندها persistent pain قال له مستحيل دي يكون عامل لها pain يعني اكيد البين عندها لسبب تاني والديزنيا والحاجات اللي عندها مش يعني فلازم يبقى persistent بين بس يكون correlating للراديولوجيكال فايندنج او لو في حاله الرابشر الكومبليكيشن يعني او الانترا ميورال هيماتوما ده برضو كلاس 1 انديكيشن طيب لو اي سيمتوماتيك يعني هو لا رابشر ولا عنده سيمتومز ولا هو كومبليكيت بانترا ميورال هيماتوما لو اي حطوا لها برضه كرايتيريا هاي ريسك ايجنج فيتشرز لو الدايامتر بتاع الالسر اكتر من 13 مللي لو الدبس اكتر من سنتي 10 مللي او لو هو بدا يعمل ساكولار انيوريزم او لو في انكريزنج بلورال افيوجن يعني برضو حاولت ان انا اسهل كده برضو الحفظ بنتريتنج اولتيك الالسر البي دي عامله زي الساك من الاورت رسمت الاورت طلعت بي ده ساك يعني والالسر اللي هي حرف اليو ده فيها بلورال افيوجن الدايامتر 13 ودبس 1 سنتيمتر يعني اخر حاجه بقى اللي هي البلانت تروماتيك ثراسيك اورتيك انجري ودي برضو اتحط لها جايد لاينز وحضراتكم عارفين ان هي دي الموست كومن كوز اوف ديس في تروما بيشنتس وريزلتس فروم هاي ديسيليريشن انجريز واسوشيتوس وذ انجري والاشهر مكان فيها الاسمس ثم البروكسيمال اسيندنج اورت والاورتيك ارش والديستال بعد كده ديسيندنج اورت الريكومنديشنز اوف مانجمنت عملوا جريدز قسموهم لفور جريدز جريد 1 ده بيبقى زي انتمال تير صغير جريد 2 لو بقى في انتراميورال هيماتوما جريد 3 لو في اورتيك سودو انيوريزم وجريد 4 اللي هو لو حصل فري رابشر وحطوا طبعا ريكومنديشن على حسب كل واحد فجريد 1 ده قال لك كونزرفتيف اند فولو اب ايمجينج طب وجريد 4 3 او 4 ده على طول طبعا ده انديكيشن فور انترفينشن وبيتر بايتيفار طيب جريد 2 بقى اللي هو الانترا راميورال هيماتوما تقريبا زي الانتر راميورال هيماتوما اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده آه ان هو انترفنشن ويز هاي ريسك فيتشرز وكونزرفتيف ويز فولو اب ايمجنج ويز نون هاي ريسك واللي هي نفس تقريبا الحاجه ان هو لو الهيماتوما اكتر من سنتي او لو في كوزنج ماس افكت كومبريشن يعني او سودو كاركتيشن اوف ذا اورتا لارج ليفت هيموسوركس لو طبعا الهيماتوما دي لو في الاسيندنج او في الارش او واخده جريد فيزل ده uh, دول uh, Indications for Intervention. الـ Plan for Long Term Follow Up After Acute Aortic Syndrome. يعني شوية uh, statistics كده صادمة uh, مكتوبة فقلت برضو uh, يعني أقولها قبل ما أقول الـ Plan بتاعة الـ Long Term Follow Up إن هو في الـ Type A Dissection 10 years survival after repair is 60 to 65%. و at 15 years 15% will have aortic root reoperation. طبعا لو خاصه لو هو عامل اصلا كمان يعني سوبرا كرونري مثلا او حاجه وات 10 years the risk of distal aorta reoperation is 10 to 16% ده في تايب اي طب في تايب بي ات 4 years 20 to 25% of the patient will have aortic expansion ل 50% من العيانين هيجيلهم اورتك اكسبانشن هيحصل دايليتيشن الريزم دايليتيشن واليرلي اندو ليك ان اب تو 35% of patients will lead in the diabetes up to 13% while at 5 years re-intervention rates after tivar is 15 to 26% Lisealic, uh, careful follow-up is needed to monitor the progression of the disease in both dissected and non-dissected aorta وفولو -up و فولو اب imaging ويز سي تي وام ار بدل ما كل شويه اعمل العيان يعني contrast سي تي شو carried اوت ات 1 مانس 6 مانس اند 12 مانس اند ذن اف stable كل سنه every يير ايذر افتر اوبن ريبير او تيفار فور conservative ميديكال تريتمنت و فور اورتيك التسر ميديكالي الفولو اب از مور فريكونت ايفري 6 مانس انا كده خلصت الجايد لاينز تقريبا لو حد عنده سؤال شكرا جزيلا C'è che ringi da mezzo.